صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة شيماء سعيد، ويلا بينا نبدأ قصتنا. وعلى الناحية التانية في مطعم حجزه كريم، وكان قاعد قدام مايا اللي كان معاه طفل صغير. بقى أنا كنت متجوزك في السر يا مايا، ومن 3 سنين فاتوا كمان. لا هو مش بس كده، ده في ما بيننا طفل كمان. مش ده بقى الكلام اللي انت جاية تقوليه لمراتي؟ ده مش مجرد كلام يا كريم بيه، دي حقيقة حصلت، ومهما حاولت تنكرها مش هتقدر تعمل كده كتير. فالأحسن ليك وليا انك تعترف بابنك، ومن غير اي مشاكل وصحافة. اظن عائلة النجار مش هتبقى حابة حاجة زي دي، ولا ايه؟ يعني اعتبر ان ده تحذير منك ليا، صح كده؟ بس قولي يا مايا، انا جوزتك امتى وازاي؟ لان الذاكرة عندي بعافية شوية، معلش بقى. اتجوزتني لان الأمورة اللي بتحبها كانت صغيرة على الجواز، ده كان كلامك ليا، وجبتلي شقة في المعادي وكتبتها باسمك كمان، وبعد شهرين قطعت الورقة وخلعت. اصل كريم بن نجار كان بيتسلى، هو فاق من الليلة خلاص، بس بقى ما كانش عامل حساب ان مايا البنت الغلبانة اللي ضحك عليها تكون حامل، ولا ترجع تطالب بحق ابنها بعد كل السنين دي. وطبعا انا دلوقتي مطلوب مني اصدقك على المسلسل اللي انت حكاية ده، صح؟ اوعى تكوني فاكراني قبل يا بت. لا فوقي كده اعرف انت بتتعاملي مع مين كويس. ها انا عارفه بتعامل مع مين كويس قوي يا كريم باشا، وعشان اقصر المسافات عليكوا عليا، ايه رايك تعمل تحليل دي ان ايه مع كريم الصغير، وساعتها بقى هنشوف مين اللي بيقول الحقيقه ومين اللي عامل المسلسل. في جناح كريم جميله صرخت فيه، ممكن اعرف ليه حضرتك رافض التحليل؟ بص لها كريم بصدمه وشاور على نفسه. لاني واثق في نفسي يا مدام، هو متاكد اني ما عملتش حاجه زي دي. انت بقى مش واثقه فيا فدي مشكلتك، بس انا مش في موضوع للشك ابدا. صدقني يا كريم انا عمري ما شكيت فيك، ومتاكده ان انت ما توصلش للمرحله دي ابدا، بس هي واثقه جدا في نفسها، واثقه لدرجه ان هي طلبت التحليل. ليه بقى ما نعملوش ونبقى احنا كمان واثقين في نفسنا؟ انت فاهمه معنى كلامك ده ايه؟ ان هي طلبت التحليل عشان متاكده من النتيجه، لكن انا رفضت التحليل عشان برضو متاكد من النتيجه. مش ده اللي انت عايزه توصلي له جميله؟ هي دي صورتي في نظرك؟ معنى كلامي ان مش لازم البنت دي تفوز، الموضوع مش تحدي يا كريم قد ما لازم نعرف هي دخلت لي حياتنا بعد كل السنين دي، وجايبه الثقه منين ان هي تطلب التحليل. ارجوك فكر بعقلك وفهمني. تمام يا جميله، اتصلي بيها وقول لها الساعه 8 الصبح تكون موجوده في العنوان ده، هعمل التحليل. بس مهما كانت النتيجه، الثقه اللي بيني وبينك ما بقتش موجوده، وعلى ما اعتقد ان ما فيش علاقه بتكمل من غير ثقه، ولا ايه؟ ابتسمت جميله بوجع. تمام، تصبح على خير. وبعد يومين في شقه ريان، رجع اخيرا بعد ما خلص شغله، واتصدم من شكل حور اللي كانت واقعه على الارض، فقرب منها بسرعه وشالها لاوضه النوم. حور يا حبيبتي فتحي عينك، قولي لي حصل لك ايه؟ عاجبيني بالشكل اللي انت عايزاه، بس بلاش بالطريقه دي. جاب البرفيوم بتاعه وقربه منها، وبدات تفتح عيونها. انت وحش وحش قوي يا ريان، لانك عارف ان انا بخاف اقعد لوحدي، سبتني يومين هنا حتى من غير ما تسال عليا، انا عايزه اروح بيتي دلوقتي حالا. ما كانش سامع حاجه، روحه رجعت له لما اطمن عليها، واخدها في حضنه فجاه. حقك عليا، انا استحق كل اللي انت عايزاه. انت مش عارفه لما دخلت وشفتك بالشكل ده انا حسيت بايه. بلاش تعملي فيا كده تاني يا حور، مش هقدر استحمل. بس انا مش مسامحك يا ريان. طب قولي لي اعمل لك عشان تسامحيني؟ اول حاجه هنرجع بيتنا، انا مش عايزه اقعد هنا تاني. تاني حاجه بقى يا استاذ، انك مالكش كلام معايا غير لما انا اقرر ده. ريان حبيبك يهون عليك يا حور. ايوه تهون، اتفضل بقى اطلع بره لحد ما اغير هدومي. ماشي يا ستي خارج، بس بجد حرام عليكي قلبي. ضحكت بعد ما خرج. هي انا انت يا دكتور؟ وفي لندن وصلوا فادو حياه، ودخلوا البيت اللي كانت عايشه فيه حياه. ايه رايك في بيتي؟ كله على ذوقي، حتى اوضه ريان انا اللي اخترتها. عشان نبقى حلوين يا روحي، تنسي بقى فكره انك كنت عايشه مع ريان 4 سنين لوحدك دي، ها؟ انا مش ضامن رد فعلي، بحاول على قد ما اقدر اعمل الزوج المثالي، بس مش على طول بنجح، ها؟ حبيبي المغرور يا ناس. طب يلا بقى تعالى افرجك على اوضتي. في ايه يا حياه؟ هو انت بتدلعي ابن اختك؟ لا بدلع ابني انا. يا سلام، اشتريت انا كده؟ ها والله وكبرتي يا حياه، وعرفتي تاكلي بعالي حلاوه. طبعا يا ابني، وانا اي حد ولا ايه؟ تعالى ورايا بقى. وفي اوضه النوم اتفاجئ فهد من كم صور موجوده ليه. تعرفي ان كتير قوي عليا يا حياه. بالعكس يا حبيبي، لا انا كتير عليك ولا انت كتير عليا، ربنا خلقنا احنا الاثنين عشان نبقى لبعض وعلى قد بعض وبس. طب يلا غيري هدومك بسرعه، وتعالي بقى فرجيني على باقي الاماكن اللي كان نفسك تبقي فيها معايا. فرره وهكون عندك. ربنا يقدرني يا حياه، ويعوضك ويعوضني بيكي عن كل الناس اللي ما قدرتش افرح معاهم ولا تسند عليهم. وفي قصر النجار في المطبخ، رحاب قربت من فتحيه اللي كانت الخدامه بتاعتها زمان،
والله زمان يا فتحية كبرت انت كمان وبقيتي عجوزة. ست رحاب هو انت لسه فاكريني ست الناس؟ وحشتيني قوي من يوم ما سبتي البيت وهو ملوش طعم من غيرك بعد ما الصفرة دي اخدت مكانك هي وبناتها. عندك حق يا فتحية، سبتها كتير قوي لحد ما اخدت كل حاجة بتاعتي. تقريبا انا زمان كنت غبية قوي لما تخليت عن كل اللي ليا لواحدة زي دي، بس انا رجعت وكل حاجة معايا ترجع لأصلها. هتساعديني يا فتحية ولا لا؟ انت بتسألي يا ست الناس؟ ده انا ساعدك حتى لو برموش عنايا. كده تمام قوي يا فتحية. شريط البرشام ده تاخديه وتحطي منه كل يوم حباية لكل واحدة من بنات ليلى. خلينا بقى نخلص منهم بأمهم مرة واحدة. أمرك يا هانم أمرك. وبيت الأم محمود يعني أطلع معاش مبكر من غير أسباب؟ يعني إيه قولولي؟ كفاية عليك لحد كده ويقولولي أطلع بأمتك؟ يعني إيه يا صافي؟ وأنا إيش عرفني إيه بابي؟ ده شغلك وأكيد يعني أنا مش عارف أحسن منك. إيه أنت السبب؟ أيوة أنت السبب، قلتلك بلاش اللعب مع أولاد النجار، لكن أنت صممتي تعمل اللي في دماغك برضو. أهو كشفك، مش بس كده لأ، ده هيضيعنا كلنا. لو خايف على اللي باقي منك ومركزك اطلع بره اللعبه دي يا سيد اللواء. هو اللي نسيب بقى ان انت على المعاش حاليا، اطلع بره اللعبه يا بابي وانا هعرف اخد حقي كويس قوي. بعد اذنك محتاج ارتاح. غبيه زي امك مش هتعرف تاخدي حاجه منهم، بس وقتها بقى انا مش هقف جنبك يا صافي. سمع، مش هقف جنبك ولا اصلا هعمل حساب ان انت بنتي. حلو قوي الكلام ده، انا كمان مش هعمل حساب ان انت ابويا. كل واحد فينا يشوف مصلحته فين ويشتغل على كده. باي باي بابي. وفي لندن قدام مكان جميل جدا كان قاعد فهد جنب حياة على الأرض. المكان هنا مريح جدا يا حياة، كنت بتجي هنا على طول؟ بعد الشغل والجامعة كان معظم يومي بيبقى هنا بالليل وكنت بشتكي للنجوم منك، وبالنهار بقى كنت ببص للشمس باستغراب ازاي قوية كده بس في نفس الوقت حنينة وشبهك. كنت قاسي وعنيد، ضيعت حاجة كتير مننا من غير ما أحس. حبي ليكي خلاني ان انا ما اشوفش اني بدأت ابعد عنك لدرجة ان انت اخترتي البعد ده بنفسك عشان ترتاحي يا حياة. تقريبا فترة البعد دي كانت لازم تحصل عشان الحب يبقى قوي ونحس ان احنا من غير بعض ناقصنا حاجات كتير قوي. صح يا حبيبي؟ صح يا روح حبيبك. وسكت فهد فجأة لما سمع صوت راجل من وراه. حياة انت رجعتي امتى؟ وحشني جدا يا بنتي. فهد لفله بغضب الدنيا كلها. شادي انت لسه بتيجي هنا كل يوم؟ يا ابني ده انا فكرت خلاص انك حرمت. حرمت ازاي؟ ده انا من القعدة معاكي هنا دماغي صدت، بس مش هتعرفين بقى اللي معاكي. اتوترت حياة فجأة وبصت لفهد. ده فهد جوزي يا شادي وده يبقى. فهد ما استناش تكمل كلامها وسحبها من ايديها ومشي. في البيت مش هتعصب ولا هتنرفز ولا هقول اي كلام اندم عليه، مستني بس رد مراتي حبيبتي تقولي مين الراجل اللي بيقول لها انه بيجي المكان هنا كل يوم عشان قال ايه كانوا بيقعدوا فيه لمدة 4 سنين. هو انت اخدتني ومشيت ليه يا فهد؟ كان ممكن تسألني قدامه هو مين، ومن غير ما تسأل انا كنت اعرفكم على بعض، ليه عملت كده؟ انا مش فاهمة. فهد بدأ يفقد اعصابه. حياة بلاش تخرجيني عن شعوري، سألتك سؤال فيكون عندي إجابة من السؤال تاني. ها وانت شايف ان هو ممكن يكون ايه بالنسبة لي يا فهد؟ قولي توقعاتك يمكن تتوقع صح. حياة ده الدكتور النفسي بتاعي اللي كان بيعالجني بعد اللي حضرتك عملته فيه زمان عن اذنك. فهد مسح على شعره بعد ما مشيت. غبي، هتفضل طول عمرك غبي، غيرتك هتخليها تبعد عنك، كفاية بقى وفوق. تاني يوم الصبح في القاهرة في المستشفى دخل كريم ومع جميلة ومايا وكريم الصغير. من دلوقتي بقولك اهو ابني هيفضل عايش معايا، انا بس كل طلبة منك اسمك وبس عشان يقدر يعيش وسط الناس. انت عارفة يا مايا من كم الثقة اللي عندك دي بدأت اشك في نفسي لدرجة اني عايز اعرف عملتلك بقى حفلة فرح ولا اتجوزنا على طول. كريم اخرس انت خالص، مش عايز اسمعلك صوت. جماعة لو سمحتوا ما تتخنقوش، انا مش جاي اعمل لكم مشاكل. مش جاية تعملي ايه عنيا؟ امال لو كنت جاية تعملي مشاكل كنت عزمتيني بقى على فرحكم؟ صحيح، عائلة مستفزة. النتيجة امتى يا حسن؟ المفروض اسبوع يا باشا، بس عشان خطر عيونك هتكون عندك بكرة بالليل. زي الفل كده، يلا يا حلوة انت وهي قدامي على برة. في القصر دخل ريان الجناح بحزن الدنيا ولقى حور بتتفرج على التلفزيون. هو ينفع كده يعني يا حور؟ كفاية بقى اخصم لحد كده، او على الاقل اجل لحد بكره لاني محتاج لك جدا النهارده. مالك يا ريان شكلك حزين كده ليه من وقت ما شفنا طنط رحاب؟ ده انت كانك مش مبسوط ان هي رجعت. انا فعلا مش مبسوط ان هي رجعت يا حور، انا اخر مره شفتها فيها كان عندي 6 سنين، فاكتر وقت احتجت امي فيه هي قررت بقى تمشي عشان تدور على حبيبها القديم. هو النهارده رجعت تقول لي اسفه، يا ريت كلمه اسفه دي ترجع اللي فات. انت مش مجبر تتعامل مع حاجه مزعلاك، وعلى فكره انا خلاص مش زعلانه منك،
شغلك بقى اخدك مني يا ريان، وانا عايزه افضل طول الوقت جنبك. بجد اسفه لو طريقتي في كلام مش كويسه، بس انت اكيد حاسس بيا. انا لو زعلت منك فزعلت عشان قلت ان الشغل اهم منك. ايه كسمك بتقولي كده تاني؟ مفيش حاجه في الدنيا دي كلها اغلى منك. بحبك، بعشقك. خبط الباب فقام ريان يفتحها، ولقى فتحيه معاه كوبايه لبن. انا شفت الست حور وشها اصفر كده فقلت بقى اللبن ده حلو عشانها. شكرا يا دادا، تسلم ايدك، اتفضلي انتي. قفل الباب وادى حور الكوبايه. لو عايزاني صالحك تشربيها كلها، رغم ان هي مش بتحب اللبن بس شربتها مره واحده عشانه. قلبي اللي بتسمع الكلام، تعالي ننام بقى، اصلا انا مش عايزه اشوف غيرك. بعد يومين في لندن دخل فهد جناح حياه. خلاص بقى يا حياه، كفايه عقاب لحد كده، تعبت من بعدك يا روح قلبي. انا كمان تعبت من طريقتك دي، الموضوع ما بقاش غيره. بس يا فهد انا حاسه ان انت بتش. ايه كتقوليها؟ انا مش باثق في الدنيا دي غير فيك انت وبس يا حبيبتي. انا بحبك بجنون، اعمل ايه؟ لو فعلا بتحبني هتتغير عشاني. ايه رايك لو نروح للدكتور سوا؟ ايه هو انت فاكراني مجنون يا حياه ولا ايه؟ لا طبعا يا حبيبي، ما اقصدش كده، ما انا كمان قلت لك اني رحت قبل كده، هل معنى كده بقى ان انا مجنونه؟ ماشي يا حياه، عشانك اعمل اي حاجه. ربنا يبارك لي فيك. لا بقى، الكلام الحلو ده عايز قعده طويله. نفسي اخلف منك عيال كتير قوي، بس انا بقى مش عايز اطفال يا حياه. وفي شقة كريم بعيد عن القصر قرب من جميلة. صاحبك قالك ايه يا كريم؟ متخيلة ان ممكن يكون قال لي ايه يا جميلة؟ اكيد مش ابنك، انا متأكدة من ده. طب لو ابني يا جميلة هيبقى رد فعلك ايه؟ هتكملي معايا وانا عندي ابن من غيرك ولا لا؟ وقالت والحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى هيطلع ابنه فعلا ولا لا؟ ورد جميلة هيكون ايه؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.